التي استخدم فيها الكتف صدام قدمه أو ركبته بالساق اليسرى التي أبعدت الكرة ووصلت إليها فعلا. إذن هذا كله في إطار تنافس على الكرة، الحكم على مقربة على بعد مترين تماما، وبالتالي أنا أعتقد لا وجود لمخالفة. ورامز كان حاطط قدامه انه صلاح يمسكه ويواجهه بشكل كويس، لكن مش لدرجه انه يصيبه ويخرجه بره الملعب. انا اتحركت فعلا ببلاغ رسمي لفيفا على النت على موقعها واتهمت فيه اللاعب اللي سلوكه غير سلوك لاعب خالص. النادي بيستعين بيه لمجرد بس انه يقلل خطوره اللاعبين اللي هم الاقوى منهم. وسبق لي ان كسر رجل اللاعب ميسي قبل كده في ماتش من الماتشات برضه دوري اوروبا، وهذا اللاعب متخصص في تسبيب الاصابات. ارجوكم ادعوا لمحمد صلاح ربنا يمتعه بالصحه يا رب كده ويرجعوا لنا بالسلامه، وعايزكم تركزوا في صلاه الفجر على راموس لو سمحتوا. صلاه الفجر في كل مكان، كل حد ناطق بالعربيه صلاه الفجر لو سمحت بتوقيت اللي حضرتك موجود فيه، الدعاء موحد. راموس ربنا ينتقم منه، راموس ربنا ينتقم منه. صلاه الفجر بتركيز شديد، عارفين التركيز، كل واحد يركز في صلاة الفجر لو سمحتوا. ربنا ينتقم من راموس بإذن يا رب، يا قول يا رب كده بإذن الله. أنا طالعة في الفيديو ده أدعي واتحزبن عليك يا راموس يا ابن أم راموس، إن شاء الله تبقى تفرمك عربية كده على الدائري وتقطعك وما نعرفش نلمك ونلمك من كل حتة يا راموس الكلب. إن شاء الله زي ما كسرت فرحتنا وقهرت 100 مليون مصري وباقي الإخوة العرب تنشك إن شاء الله في قلبك يا قدر يا كريم، وما تعرف تشوف الملعب تاني ولا تعرف تشوت كرة برجلك يا بعيد. انت ورونالدو الحقود اللي بيقول على البطل بتاعنا ان هو قصير. قصير ايه يا عرة اللعيبة اللي كنت بتبص له النهاردة في الملعب بكل حقد عشان هو احسن منك؟ ان شاء الله ان شاء الله تنشكوا كلكم في قلبكم زي ما كسرتوا فرحتنا والراجل مش هيلعب في كاس العالم وهنخسر يا كلاب يا وطين. ان شاء الله تنشلوا كلكم نفر نفر بكل الفرق.